زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم دلوقتي حفل الفنانة دينا الوديدي كان من أكتر الفقرات في المهرجان اللي لقت استحسان كبير جدا على السوشيال ميديا وتم تداولها بشكل كبير، وده طبعا بسبب جمهور دينا الوديدي اللي منتشر بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي. معنا دلوقتي عبر الهاتف دينا الوديدي. مساء الفل عليك يا دينا، مبروك على النجاح الكبير قوي ده. مرسي جدا، مرسي لذوقك جدا، الله يبارك فيكم. دينا، عصفور طل من الشباك ما لقاش حاجه باقيه هناك. انا اشعرت من الكلمه. احكي لنا يعني عن الاصداء وعن خليني اقول التفاعل مع الجمهور اللي حضر الحفله كان عامل ازاي. هو اول حاجه شكرا جدا ليكي. الجمهور كان جميل جدا وكان متفاعل معانا. طبعا زي ما حضرتك اتكلمتي، المهرجان بيدعم جدا القضيه الفلسطينيه السنه دي، وده يعني الشعار بتاع المهرجان. فالاغنيه اللي شاركت بيها اسمها يا فلسطينيه، كلمات الشاعر مصطفى ابراهيم والحان مودي كامل. حبينا نقدم حاجه بسيطه بس، وكل الناس اكيد عارفه ان المهرجان فيه 60% كمان من ارباحه بتروح لضحايا الاسر المصابه. دينا يعني فيجوالز اكتر من رائعه وراكي، شايفين دانسرز، يعني حفله مخدومه جدا بشكل كبير قوي. وانت معروف عنك عن صوتك، انت فنانه متنوعه بتقدري تغني الوان كتيره جدا. احكي لنا كده الناس، وانت كنت حاسه بايه كده وانت بتغني قدام جمهور كبير قوي جاي العالمين الجديده؟ والله هو تجربة المشاركة في مهرجان العالمين تجربة جميلة جدا، وطبعا السنة دي هو كمان مختلف قوي المهرجان. كنت مبسوطة جدا، والجمهور جميل جدا، والفايب كلها بتاعت المهرجان كانت حلوة قوي. وطبعا الخيرة ختام يعني مع الكينج محمد منير، فلا اليوم كان تحفة الصراحة. جمهور كبير جدا بيحضر طبعا الكينج محمد منير، وجمهور كبير كمان جاي ليك يا دينا. أكيد. دينا يعني انت زي ما قلت لك، انت معروف عنك الالوان المختلفه من الغنى، يعني انا عارفه ان انت حبيتي يمكن تقدمي حاجه مختلفه ولو بسيطه لاخواتنا في غزه، لكن جات لك منين الفكره وانت قاعده بتحضري لحفلتك انك تقدمي حفله يعني او ريميكس كده بيجمع ما بين اغنيه راجعين وفيفا فلسطينة؟ والله الفكره كلها جت صراحه من فريق العمل اللي شغالين على المهرجان وتنظيم المهرجان، وكلموني واقترحوا عليا الفكره وعجبتني جدا جدا. كان نفسنا طبعا نشارك كمان باغنيه راجعين، بس للاسف ما قدرناش نعمل كده، فكنا حابين نعمل ريميكس. والموضوع الحمد لله يعني الجمهور استقبله بطريقه جميله جدا. يعني ايه تاني شفتي يا دينا في المهرجان؟ يعني هل دي اول مره ليكي تروحي مهرجان العالمين الجديده ولا رحتي قبل كده؟ احكي لنا كده عن مشاركتك اكتر، وعن يعني خليني اقول الامبريشن بتاعك عن المهرجان عامل ازاي. والله انا الامبريشن بتاعي صراحه بشكل شخصي جميل قوي، لانه انا كنت لسه بتكلم انه ميزه المهرجان انه هو في مدينه ساحليه، فأي حد هيحضر هو ممكن يقضي وقت هناك وينبسط بكل الأنشطة اللي بتحصل فيه. عاجبني مكانه جدا، وعاجبني قوي المجهود الرهيب المبذول فيه. عاجبني قوي ان هو متنوع في اختيار الفنانين، كل الناس تقدر يعني بيناسب كل الأعمار وبيناسب كل الأذواق، مش عنده جنرة معينة بيقدمها، بالعكس في رابرز وفي اندي ميوزك وفي بوب ميوزك وفي انواع مختلفه قوي. ففي فنانين من الوطن العربي، في فنانين من مصر، فنانين من بره مصر، فالموضوع جميل قوي الصراحه. حقيقة دينا، ومن الحاجات اللي كانت جميلة كمان هي الحفلة زي ما احنا متابعين دلوقتي على الشاشة، يعني زي ما قلنا فيجوالز، الصوت، الدانسرز، الجمهور الكبير اللي بيحضر الحفلة، وأدائك يا دينا أكتر من رائع. يعني مش عشان انت موجوده معانا دلوقتي على التليفون، لكن خليني اقول صوتك، انا يمكن شفت من احدى متابعاتك على السوشيال ميديا، خلينا نقول فشفت الستوريز كتيره قوي، وشفت صوتك وادائك قد ايه كان اكتر من رائع. دينا يعني حابين نعرف انت ايه الجاي، ايه الجديد بتاعك، هتقدمي ايه جديد الفتره الجايه؟ والله انا عندي حفله مبدئيا في مهرجان القلعه ان شاء الله هكون مشاركه فيه، ف
دي حاجة قريبة إن شاء الله، وعندي ألبوم شغالة فيه اسمه بنا، نزلت منه ثلاث أغاني وبنزل في الأغاني الباقية منه، وشغالة أهو في الأغاني الجديدة إن شاء الله، يعني الشهر ده ينزل أغنية كمان قريب قوي. احنا متابعينك يا دينا وبنبارك لك على النجاح الكبير، بنشكرك الفنانة الكبيرة دينا الوديدي.